قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف أطراف بلدة طير حرفة، مما نتج عن ذلك وقوع أو إصابة جريح. وعندما حاولت سيارتان تابعتان لجمعية الرسالة الصحية، سيارات إسعاف، حاولت التقدم باتجاه النقطة المستهدفة لمساعدة هذا الجريح وإسعافه، قامت مسيرات حربية باعتراض طريق السيارتين وقصفت الطريق المؤدية إلى الموقع، مما أدى إلى سقوط جرحى، وهم يعني 4 مسعفين تم نقلهم بالفعل إلى المستشفى، ولكن وضعهم يعني مستقر. بالمقابل، وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إطلاق صافرات الإنذار في الجليل الأعلى والغربي، وأيضا قالت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق صاروخ باتريوت اعترض جسما مشبوها، ولكن حتى الساعة لم يتم التأكد إذا كان هدفا حقيقيا أم أنه تشخيص خاطئ. الآن مهند، نستطيع القول أن الهدوء النسبي عاد إلى المناطق الحدودية وسط تحليق متقطع لطائرات الاستطلاع.